السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نعمل وصفه حلوه النهارده، خفيفه وسهله ومغذيه وجميله، حلوه قوي بجد، هتعجبكم ان شاء الله. هنعملها مع شويه رز ابيض. رز ابيض سهل، احنا عارفينه بيتعمل ازاي. بسم بالله وسيبوني اكل شويه كده، فعلا حلوه ولادي بيحبوها جدا، جميله اهو زي ما انتم شايفين، يعني مش قادره ابطل اكل، حلوه جدا جدا اهو، شايفه امشي وارجع تاني يعني عادي جدا، مش قادره اهو زي ما انتم شايفين. بسم بالله ونصلي على الحبيب ونبتدي الوصفه بتاعتنا. هنجيب صدور فراخ ايا كان اللي عندك، صدرين ثلاثه، هي بتدي كميه كبيره على فكره مع الخضار. نقطعهم مكعبات، معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه ملح كله معلقه صغيره، معلقه بابريكا مدخن، عندكيش بابريكا مدخن حطي بابريكا عاديه، معلقه قرنفل مطحون، معلقه كاري، معلقه سبع بهارات، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، زي ما احنا شايفين هنقلبهم كده تقليبه بسيطه كده، لان هتدي لون حلو قوي لما بتتقلب خفيف والفراخ ناشفه، لا بتدي لون حلو وشكل حلو وطعم حلو. طاسه فيها شويه زيت بس، هنسخنهم، هندي الفراخ تشويحه بس كده، لان هكمل سواها في الصوص بعد كده. زي ما انت شايفه التوابل وهي عامله كده بجد بتدي شكل وطعم مختلف تماما. تمام، هنديهم صدمه، مش هتاخد دقيقتين ثلاثه على النار لان الطاسه سخنه والزيت سخن، فمش هتكمل، ما عايزينها بس تتشوح بس. خلاص هنطلعها، نكون مجهزين بصل طين كده وسط، مقطعين مكعبات برضو، ثلاث جزرات برضو مقطعينهم مكعبات، مشروم، ما عندكيش مشروم مش مشكله، بس هي الوصفه فيها مشروم. تمام، اهو زي ما انت شايفه لونها حلو ازاي، في نفس الطاسه اللي احنا حمرنا فيها الفراخ. تمام، ما نخش الطاسه، خساره يعني البهاريز بتاعت الفراخ نخشها يعني. اهي البصل مقطعينه مكعبات صغيره، بصلتين وسط، نشوحهم برضو ما نغيرش لونها، لونها زي ما هو، وننزل عليهم بنفس التوابل اللي حطيناها بس نص معلقه صغيره مش كبيره، فهماني؟ نفس التوابل، وهو الجزر برضو نديله تشويحة مع البصل، معلقتين تلاتة اسمه ايه ده صويا صوص، اربع خمس فصوص ثوم. تمام، كل ده على بعضه، وهو المشروم، انا عندي المشروم معلب، معلقة دقيق كبيرة، كوبايتين شوربة. تمام، كل ده على بعضه كده يعني تشويحة خفيفة، كل حاجة تشويحة خفيفة، معلقتين صلصة زي ما انت شايفة، غلوة بسيطة، وننزل عليهم بالفراخ عشان الفراخ تكمل سواها. تمام، تتخيلي بقى الطعم، مش هقولك والله الطعم فظيع بجد يعني، زي ما انت شايفة. دي كوباية زبادي حطيت عليها معلقة دقيق تانية، فاهماني؟ يعني حاطة معلقة دقيق في البصل والجزر اللي احنا شوحناه على النار، وحطيت معلقه دقيق تانيه في كوبايه الزبادي. تمام، هتلاقي الصوص تقل، هو عمل لك صوص حلو قوي قوي بجد يعني، ان شاء الله وصفه تعجبكم فعلا يعني. والرز عامله معاها رز ابيض، عادي سخنت الزبده، هو معلقتين زيت، وحطيت في الزبده وانا بشوحها وانا بسخنها، بتاع فصين مستكه بس، وشويه شوربه، لازم تحطي شوربه في الرز الابيض، ما تسويهوش بميه خالص، الطعم بيبقى مختلف تماما زي ما انت شايفه كده. الجزر مع المشروم مع الفراخ مع الثوم مع البصل، لا يا جماعه الطعم فظيع بجد، لو عملتوها مره مش هتبطلوا تعملوها، حلوه جدا وخفيفه بجد، خفيفه، لا ولادك هيحبوها. عاوزين بقى يغمزوا الصوص بعيش، بصي براحتك، بس هي بتتاكل برز ابيض، شايفين؟ شايفين الجمال؟ ان شاء
شايفين الجمال والحلاوة؟ لا بجد لازم تجربوها. شايفين؟ ان شاء الله الوصفة تعجبكم، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. واسيبكم بقى مع الغرف بتاعي، وبألف هنا، والسلام عليكم.